تحياتنا تتواصل معكم على شاشة قناة نيل الأخبار. أهلا بكم. احتجاجات تتواصل في إسرائيل وتشتد وطأتها وربما وتيرتها على مدار الأيام الماضية، وبالتأكيد ألقت بظلالها على المشهد الإسرائيلي وعلى أي أفق يمكن أن نتحدث عنه، سواء في صفقة تبادل الأسرى أو في أي هدنة يمكن أن تحدث بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذه الاحتجاجات والإضرابات طالت قطاعات عدة وأصابتها بالشلل نتيجة هذا الحراك الشعبي الحادث في إسرائيل على خلفية الانتقادات المواجهة لأداء حكومة بنيامين نتنياهو وتساؤلات إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك ضغطا حقيقيا على نتنياهو ويغير من بعض ممارساته أو من إعاقته لمسار سواء الهدنة أي هدنة يمكن أن تبدو في الأفق أو على صعيد تبادل الأسرى والمحتجزين. نتابع مع حضراتكم تقرير تالي ونعود لكم المزيد من التحليل على مدار هذه الساعة. شدد مصدر رفيع المستوى على أن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي المقدمة رفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح جنوبي قطاع غزة وذلك بشكل قاطع. وقال المصدر إن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسيعها إقليميا هو أمر غاية في الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على إخفاقاتها وأزمتها الداخلية الراهنة. إثر ذلك تعطلت خدمات عامة في عدة مناطق في إسرائيل اليوم استجابة لإضراب عام أعلنه أكبر اتحاد عمالي للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على اتفاق لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وبدأ إضراب في مطار بن غوريون حيث توقفت حركات الإقلاع والهبوط بشكل كامل تضامنا مع الدعوة التي أطلقها الاتحاد العام للعمال الهستودروت للإضراب العام. وينضم إلينا المزيد من المتابعة والتحليل مباشرة من رام الله السيد جهاد حرب رئيس مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي. سيد جهاد تحية لك في البداية. مساء الخير. كيف تلقي يعني هذه الحالة من الإضرابات والاحتجاجات التي طالت أنحاء مختلفة من إسرائيل بظلالها على المشهد الإسرائيلي، ولأي مدى يمكن أن يكون لها قوة مؤثرة يعول عليها سواء في يعني اتفاق الهدنة الذي طال انتظاره أو صفقة مبادلة الأسرى، خاصة وأن يعني هذه الدائرة من الانتقادات لأداء حكومة نتنياهو قد تصاعد في الآونة الأخيرة؟ بالامس كانت ربما من المظاهرات الاكبر في اسرائيل على مدار ال 11 شهرا الماضيه للمطالبه بالوصول الى اتفاق. وصباح هذا اليوم مع اعلان الاضراب من قبل الهستدروت وهي النقابه الاكبر او اتحاد نقابات العمال في اسرائيل والتي كان لها نطاق واسع في الاضراب، كان مهما وربما تحول او بدايه تحول في الضغط على رئيس الحكومه الاسرائيليه. لكن قرار محكمة العدل أو قرار محكمة العمل اليوم قالت أن الإضراب يتوقف الساعة 2:30، وبالتالي حوالي نصف نهار هو الإضراب. إلا أنني أريد أقول أن هذا كان تحولا مهما لصالح العائلات التي تطالب منذ زمن بعيد بدخول الهستدروت على هذه المعركة أو في إتون هذه المعركة، لأنها هي الأمر الذي يضغط على الحكومة الإسرائيلية. وهذا يعيدنا إلى العام الماضي عندما كانت حكومة نتنياهو تريد أن تقوم بعملية الإصلاح القضائي أو الانقلاب القضائي كما يسمى في إسرائيل. عندما تدخلت الهستدروت وأعلنت الإضراب كان لها وقع مهم وكبير على رئيس الحكومة والحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك عدم استمرار الإضراب أو لفترات طويلة أو لأيام أخرى أعتقد سيضعف من الجهد الذي بذل خلال يومين الماضيين. وتصريحات نتنياهو اليوم في مجلس
الوزراء أشار بوضوح أنه لن يخضع لهذه الاحتجاجات التي تمارس في الشارع وكذلك إضراب. حتى وإن كان الإضراب ينتهي اليوم، هل هو نهاية المطاف أم يمكن أن نترقب في الأيام المقبلة إجراءات تصعيدية شعبية أخرى في مواجهة ممارسات حكومة نتنياهو؟ هذا ما كنت أريده. أولا المحكمة اليوم قالت أن هذا الإضراب هو إضراب سياسي وليس نقابي، والاستدراك عليها عندما تعلن عن إضراب يجب أن يكون لديها مطالب نقابية وإجراءات متعددة مستخدمة وفقا للقانون الذي مارس فيه العمل النقابي في إسرائيل. لكن الأهم هو أن هذه خطوة كانت مهمة للتعبير عن التضامن مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، وربما تلجأ النقابات الأخرى لإضرابات أو لعرقلة العمل في مواقع مختلفة ومهمة أو ذات أهمية في إسرائيل لمساندة أهالي الأسرى، وقد تكون بعض الوقفات أو لساعات محددة. الأهم هو أن فكرة تدخل الاستدروك التي كانت مستبعدة خلال الأشهر الماضية بدت اليوم مقبولة لدى قطاع واسع من الجمهور الإسرائيلي، لذلك يمكن الحديث عن أشكال أخرى يمكن أن تكون مساندة للاحتجاج في إسرائيل. هل ستؤثر على رئيس الحكومة أم لا؟ هذا الأمر إذا ما استمر، إذا ما تفاعل أكثر ربما يكون له تأثير على رئيس الحكومة الإسرائيلية. أما حتى الآن فرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ممسك بزمام الأمور أو زمام الحياة السياسية في إسرائيل، ولديه ائتلاف يكفي حتى الآن للاستمرار أو الصمود في مواجهة. طيب سيد جهاد، كثير من منتقدي نتنياهو سواء في الداخل أو في الخارج يأخذون يعني عليه بالتأكيد يعني عرقلته لأي اتفاقات، يعني سواء على صعيد وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى والمحتجزين، إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين تحديدا، مع هذا الضغط الشعبي وهذه التظاهرات التي لا تقتصر فقط في هذه المرحلة على أهالي المحتجزين، هل يمكن انضمام نقابات عمالية الليكود، أعضاء من الليكود المتشددين أيضا في حكومته، أن يشكل ضغطا حقيقيا عليه وأن يكون المسمار الأخير في فترة حكمه، وخاصة وأنه مدفوع يعني في هذه العرقلة ليس بتطبيق يعني سياسة الدولة قدر ما هي مدفوعة بمصالحه الشخصية لإطالة أمد سلطته؟ دعيني أقول أن نتنياهو هو رجل أيديولوجي وهو يعتقد أن هذه هي اللحظة هي المناسبة لإقامة الدولة اليهودية من النهر إلى البحر وإعادة احتلال قطاع غزة بعد الخروج منه أو الانسحاب والانفصال عام 2005، وكذلك سياساته في الضفة الغربية المتعلقة بالاستيطان ومزيد من الاستيطان. اليوم يمارس القوة ومزيد من القوة لإخضاع الفلسطينيين. هذه هي أطروحاته الأيديولوجية منذ أمد بعيد. هل يمكن أن تؤثر عليه الاحتجاجات؟ حتى الآن هذه الاحتجاجات لم تؤثر على مواقف نتنياهو السياسية، لأنه ليس فقط لإطروحات الأيديولوجية بل أيضا لحياته السياسية المستقبلية. هو يعتقد أن الوصول إلى اتفاق يعني إمكانية فتح الباب أو وقف إطلاق نار وكذلك تبادل الأسرى، فتح الباب أمام تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وبالتالي سيتحمل مسؤولية سياسية بالغة عن ما جرى يوم 7 أكتوبر من إخفاقات، وكذلك عن ممارساته وسياساته التي استخدمت بعد 7 أكتوبر، وبخاصة فيما يتعلق بعرقلة الوصول إلى اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء. والاحتجاجات باليومين الماضيين كانت بالأساس لأن هناك عدد من الأسرى الذين أو الجثث الأسرى التي تم انتشالها في اليومين الأخيرين كان يمكن أن يكونوا أحياء، سواء في تبادل الأسرى في نوفمبر الماضي أو في الدفعة الأولى، لولا أن نتنياهو عطل إمكانية الوصول لهذه الصفقة. ومع ذلك ميكانيزمات العمل داخل الحكومة أو داخل النظام السياسي الإسرائيلي يتيح لنتنياهو حتى الآن الاستمرار. هناك بعض الاحتجاجات من قبل وزراء من الليكود تحديدا لسياسات أو على سياسات نتنياهو، لكن هذه الاحتجاجات لم تتحول إلى فعل، خاصة أن وزير الجيش الإسرائيلي وهو أحد زعماء حزب الليكود قال أنه لن يغادر الحكومة ولن يقدم استقالته وأنه سيستمر في هذه الحكومة، أي بمعنى آخر
أنه حتى الآن لا يوجد تكتل داخل حزب الليكود يقول أنه سيخرج من هذه الحكومة، وبالتالي لا تعد هذه الحكومة لديها الأغلبية في الكنيست، الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء هذه الحكومة أو على الأقل الدعوة لإجراء انتخابات للكنيست القادمة. هل يزيد ذلك نتنياهو عنادا أم يمكن أن يجعله يغير من مجرى يعني سياسته والتي اتخذت البعد التصعيدي على أكثر من جبهة؟ وفقا لتصريحاته الأخيرة اليوم في جلسة مجلس الوزراء، هو يزداد عنادا وهو يراهن على أنه يحقق ذلك بالقوة وبمزيد من القوة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك حتى الآن لا يوجد تهديد حقيقي لنتنياهو على حياته السياسية، أي بمعنى انهيار حكومته، خاصة أن أغلب الوزراء أو أعضاء الحكومة والائتلاف الحكومي هم على يمين نتنياهو وليس على يساره، بمعنى أن سموتريش بن جبير هم على يمين نتنياهو وهو ما يفضل نتنياهو. وعادة ما أقول أن سموتريش بن جبير هم الناطقين الرسميين بما يريد نتنياهو ولا يستطيع النطق به أمام المجتمع الدولي، خاصة أنه رجل علاقات عامة، وبالتالي يريد أن تبقى صفحته بين قوسين أمام المجتمع الدولي بيضاء فيما يتعلق بالبعد الأيديولوجي، ويمنح سموتريش بن جبير النطق بما يريده أو الحديث بما يريده. لكن اللافت أستاذ جهاد أن إسرائيل كثيرا ما صدرت هذه الصورة بأن هناك اختلافات داخلية أو انقسامات حادة في الداخل، ويثبت بعد ذلك أنها مسألة توزيع أدوار ليس إلا. هل يستقيم ذلك التوصيف هذه المرة أم قد تختلف الأمور وهناك بالفعل هذه الانتقادات الحادة التي سوف تؤثر على يعني أو تسرع من مغادرة نتنياهو؟ دعينا أقول أن المسألة فيها وجهات نظر أولا، ثانيا هناك تقسيمات مختلفة. المعارضة تريد أن يصل إلى اتفاق من أجل عودة الأسرى الإسرائيليين. جزء من الحكومة الإسرائيلية خاصة ممثلي الجيش مثل وزير الجيش الإسرائيلي يقول بأن الأهداف العسكرية قد انتهت في قطاع غزة ولم تعد هناك أهدافا. اليوم انظري على ماذا يفعلون، إما بقصف منازل أو مدارس ومراكز إيواء يتم قصفها وقتل المدنيين فيها. لم يعد لديهم القدرة على الوصول أو الاستمرار لأنه لا توجد أهداف ولا يوجد هدف سياسي أيضا مطروح من قبل نتنياهو لنقاشه بشكل جدي لليوم التالي للمعركة. لذلك هناك خلافات نعم جدية، لكن عندما نرى في الحكومة الإسرائيلية أن الأطراف الموجودة فيها هي على يمين نتنياهو وتصريحات نتنياهو اليمينية المتشددة، يعني عمليا لا يوجد خلاف جوهري فيما يتعلق بهذه الحكومة أو بين أعضاء هذه الحكومة. الأمر الآخر الذي ينبغي فهمه بشكل عام في سياق إسرائيل، هناك خلافات على الوسائل والأدوات، لكنه لا يوجد خلاف على ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وإن كان هناك أطراف تقول دولة فلسطينية، لكن شكل هذه الدولة وطبيعتها ليست كدولة، ليست دولة ذات سيادة، إنما هي أقل من دولة، كيان أقل من دولة وأعلى من حكم ذاتي، أي الإبقاء على الهيمنة الإسرائيلية على حياة المواطنين الفلسطينيين سواء في الحدود سواء بالأمن أو غيرها من القضايا التي يريدون ربط الشعب الفلسطيني دائما بإسرائيل وعدم قدرة الفلسطينيين على التحرر أو على حق في تقرير مصيرهم بشكل متساوي مع شعوب العالم، مع الإسرائيليين وبقية شعوب العالم. أخيرا، عندما يثار الحديث عن أي اتفاق مزمع يثار تساؤل بالتبعية، ليس من الأهمية بمكان أن يكون هناك معطيات جديدة أو تغيير في سقف التوقعات أو المطالب ما بين الجانبين حتى يكون هناك تقدم يذكر؟ إلى أي مدى يعني ترون الأرضية خصبة لاتفاق بهذه الظروف والمواصفات؟ بهذه الظروف لا أعتقد أن هناك اتفاق، حتى وإن كانت هناك مفاوضات حول القضايا التكنيكية أو الفنية في القاهرة أو في الدوحة أو في غيرها. المشكلة الرئيسية أن نتنياهو يريد استمرار مظاهر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وهما محور نتسريم ومحور فيلادلفيا والمعبر. عندما يتواجد الإسرائيليون في هذه الأماكن، يعني عمليا هم يشكلون احتلالا لقطاع غزة، وهذا ما يريده نتنياهو على المستوى الأيديولوجي. لذلك لا أعتقد أن هناك هدنة في القريب، على الرغم تفاؤلنا قبل أسبوع أو 10 أيام
بإمكانية الوصول إلى اتفاق بعد التدخل الأمريكي الواسع والوسطاء المصريين والقطريين، لكن نتنياهو دمر إمكانية الوصول إلى اتفاق بشروطه الجديدة. وعندما جاء وزير الخارجية الأمريكي بلينكن وحمل ما يريده نتنياهو في تصريحاته، لذلك دمر أيضا إمكانية الوصول إلى أي أفق مستقبلي يعني منشود للاتفاق بين الجانبين مفهوم وتحدث. يعني ما زال محدودا. نعم أشكرك. الظروف الحالية تشير بأن أفق الاتفاق ما زال محدودا. جزيل الشكر. وإسرائيل مستمرة في عمليات قتل هذه الفلسطينيين. سيد جهاد حرب شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة من رام الله، ونتواصل معكم. وينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ محمد اليمني خبير العلاقات الدولية. تحية لك أستاذ محمد. تحياتي لحضرتك. كيف تقيمون الوضع الراهن بعد المعطيات الأخيرة خاصة في الداخل الإسرائيلي وما تبعناه من احتجاجات وشلل في يعني مواقع حيوية في إسرائيل؟ يعني هل يعني هذا أقرب إلى النذر بأن القادم أسوأ أم يمكن أن يكون عنصرا ضاغطا على حكومة نتنياهو؟ يعني بداية أستاذ الكريمة، كما نعلم بأن هذا الأمر أو هذا التطور كان متوقعا في خلال 10 أشهر، لأن الاحتلال الإسرائيلي كل تركيزه كان على قطاع غزة، كل تركيزه على تدمير قطاع غزة، كل تركيزه على الإبادة وفنون القتال في القطاع، وكذلك أيضا على القضاء على حركة حماس سياسيين وعسكريين، وكل الأهداف المعلنة التي سمعنا عنها مرارا وتكرارا خلال 10 أشهر. هذا أيضا من جهة. من جهة أخرى، هي تركت أيضا ولا ألقت بالا إلى يعني عائلات الرهائن في الداخل الإسرائيلي. وأنا أرى من وجهة نظري بأن 6 جثث تم يعني كانوا متواجدون وتم أيضا الإعلان عنهم في الفترة الماضية، هذا أيضا اشتد غضب العائلات الرهائن، واشتدت ايضا المظاهرات، واشتدت ايضا الاحتجاجات. يعني على مدار 10 أشهر كل مره كنا نقول بان المظاهرات اخذت يعني منحلا مختلفا تماما عن السابق. هذه ايضا الجزئيه الاهم. خلينا نتحدث ايضا على الداخل الاسرائيلي، يعني تواجه نقابه العمال الاسرائيليه الان والمعروفه باسم الاستروت الى اعلان نحو تنفيذ اضراب ليوم واحد، هو اليوم يوم الاثنين. اولا خلينا نتحدث اولا اعلان نقابه العماليه التوجه نحو تنفيذ اضراب ليوم واحد، هي خطوه متقدمه من تنظيم شكل التظاهر داخل اسرائيل وتتخذ شكلا اكثر فعاليه وتاثير ايضا على مراكز صنع القرار، ولا سيما بما تضمنه هذه النقابه من اعداد كبيره المنتسبين اليها. هذه ايضا من جهه. ماذا عن مراكز صنع القرار في الولايات المتحده؟ يعني امريكا تجهز لاقتراح اخير، يعني اذا صح توصيفه بالاخير، ويعني صفقه نهائيه ايضا يعني كما يصطلح عليه. هل يبدو في الافق ما يترجم ذلك على ارض الواقع، وما يعني الجديد الذي سوف تبني عليه الولايات المتحده، خاصه وان القضايا العالقه والمحاور الشائكه تبقى على حالها وربما وضعها أسوأ؟ يعني خلينا نتحدث بان الولايات المتحده الامريكيه اخيرا، وان كان يوجد رغبه واصرار كبير، وما زال هذا يعني هذا الاصرار وهذه الرغبه متواجده لدى الاداره الامريكيه وعلى راسهم ايضا جو بايدن، وحدث اتصال بينه وبين ايضا بنيامين نتنياهو خلال الاسبوع الماضي. هذا ان دل يدل على انه كان يحث ايضا على عقد صفقه، ولكن شهدنا بان بنيامين نتنياهو ما زال يماطل وما زال ايضا يراوغ. هذه ايضا من جهه اخرى، هل هذه المظاهرات وهذا ايضا هذه الاحتجاج سوف تؤثر على قرارات بنيامين نتنياهو بان يقدم ايضا، لان الان في هذا التوقيت الذي اتحدث معك فيه يوجد ايضا امور كثيره وتطور كبير جدا في الضفه الغربيه، سواء ايضا لاعتقالات وايضا فصائل المقاومه في الضفه الغربيه، امور كثيره جدا. هذه ايضا من جهه اخرى، هل الولايات المتحده الامريكيه على مدار 10 أشهر كانت ليس قادره على وقف هذه الحرب او حتى عقد صفقه بين حركه حماس وايضا بين الاحتلال الاسرائيلي؟ هل الولايات المتحده الامريكيه في هذا التوقيت هي قادره على اقناع بنيامين نتنياهو، او ان الامر يعني تجاوز هذا بان الولايات المتحده الامريكيه ليست قادره على اقناع بنيامين نتنياهو؟ لان بنيامين نتنياهو يرى بان الامر اكبر بعائلات الرهائن، الامر اكبر ايضا من تحرير الرهائن وما شابه ذلك، بان الامر الان حياه او موت لدى بنيامين نتنياهو، لابد ان يستمر في الاباده، لابد ايضا ان ينتقل من قطاع غزه ثم يذهب الى الضفه الغربيه ثم تهدأ الجبهه اللبنانية ثم ترجع مرة أخرى. نتحدث عن الجبهة اللبنانية، أمور وتطورات كثيرة، ولكن هل
هذه التطورات الخطيرة في الداخل الإسرائيلي تؤثر؟ بالتأكيد نعم، ولكن هل مجلس الحرب الإسرائيلي وبعض الأعضاء أيضا في الكبنت وأيضا كذلك مع بنيامين نتنياهو سوف يصفون الرأي أو سوف يرضخون لهذه الاحتجاجات؟ هذا الذي سوف نشاهده. هذا التعنت وهذا التصعيد من جانب نتنياهو على أكثر من جبهة هو ما أوصله إلى هذا الموقف الحرج، لكن للأسف سوف يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها، يعني ما يكله من انتقادات الملاحقات القضائية التي لم يسلم منها بالتأكيد والتي تتصاعد حدة ووتيرة في الفترة الأخيرة، وإخفاق أمني، إخفاق في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة من الأساس والتصعيد على أكثر من جبهة وفي وقت متزامن، ما الذي يمكن أن يقود إليه كل هذه الممارسات؟ وهل هي المسمار الأخير في فترة حكم نتنياهو أم أنه سيبقى ويحقق أهدافه من إطالة أمد بقائه بالسلطة؟ يعني كنت أتحدث منذ 5 أشهر أو 4 أشهر بأن بنيامين نتنياهو ينظر من قريب على الانتخابات الأمريكية ويرى بأنها فرصة كبيرة جدا له إن جاء دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه عند هذا التاريخ الذي سوف يفوز دونالد ترامب سيعطي بنيامين نتنياهو كل الصلاحيات، سيعطي بنيامين نتنياهو مساعدات لما لا نهاية لبنيامين نتنياهو أيضا للاحتلال الإسرائيلي، ويرى بأن إن جاء دونالد ترامب سوف تغير بعض المعطيات أو تغيير بعض المعادلات في المنطقة وكذلك أيضا في الداخل الإسرائيلي وكذلك أيضا على الحرب على قطاع غزة، ولهذا السبب وبعض الأسباب الأخرى لم يوافق أيضا بنيامين نتنياهو على أي صفقة في هذا التصويت. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى، كل مراكز القرار أو كل المؤسسات في الداخل الإسرائيلي منهارة تماما، يوجد أيضا أزمات بالجملة في الاقتصاد الإسرائيلي وكل المؤسسات معطلة تماما، هذا إن دل سواء نتحدث عن الزراعة، نتحدث عن المصانع، نتحدث عن الشركات، نتحدث عن الشحن، نتحدث عن جميع المؤسسات، هذا أيضا له عامل، ولكن بنيامين نتنياهو يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تموله بالمال، تموله بملايين الدولارات بمليارات الدولارات، وكان يوجد صفقة أخيرة ب 96 مليار دولار مقدمة لثلاثة دول، أوكرانيا، تايوان، إسرائيل، وإسرائيل كانت نصيب الأسد. هذه أيضا من جهة أخرى كل ما نشاهده في الداخل الإسرائيلي وقابل للانفجار. قد يقول قائل أستاذ محمد بأن الطرح الأمريكي الأخير ما قاله الفشل، والولايات المتحدة تعلم ذلك جيدا، ولكنها يعني تعطي نتنياهو فسحة لترتيب أوراقه من جديد، إلى أي مدى تتفقون أو تختلفون مع ذلك؟ لا أتفق أستاذ الكريمة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الاستراتيجي فيما يتم أو ما تم خلال 10 أشهر، وما زالت أيضا هي مشاركة في هذه الإبادة ومشاركة أيضا في المماطلة والمراوغة، وأنها تحسن صورتها إعلامية ليس أكثر من ذلك، تحسن صورتها أمام الرأي العام العربي وأمام الرأي العام العربي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أو تحاول تذهب إلى المنطقة وترسل أنتوني بلينكين وترسل مدير المخابرات، وأنها عاقدة العزم على إقناع أيضا الطرف الإسرائيلي بعقد صفقة، وشاهدنا أيضا بعض التحليلات أو بعض الأخبار في هذه المفاوضات والمحادثات التي أقيمت في الدوحة بأنها كانت يوجد بعض الإيجابيات، وهذه الإيجابيات أنا قلتها كنت على قناة النيل أخبار قناة الكريمة وقلت بأن هذه الإيجابيات لن نعول عليها كثيرا، لأني أنا أرى بأن هذه المفاوضات لم تتم ولا يوجد فيها أي نجاح بسبب هذا الرجل المجرم بنيامين نتنياهو المعرقل الحقيقي لأي مفاوضات سلام أو أي مفاوضات يعني تفيد إلى صفقة. هذه أيضا من جهة أخرى، الآن الأمر مجزأ إلى عدة أجزاء، يعني جزء في الضفة الغربية وجزء في قطاع غزة وجزء آخر بين الاحتلال الإسرائيلي في الجبهة اللبنانية وجزء الآن في الداخل الإسرائيلي، ما بين مظاهرات وبين احتجاجات وبين أزمات الاقتصادية وبين عائلات الرهائن، كل هذه الأمور تؤثر بالتأكيد، ولكن هل تؤثر على القرارات بخصوص بنيامين نتنياهو لأنه يقدم على الحرب وأن يستمر في هذه الحرب؟ أنا أرى بأن هذه الحرب سوف تستمر إلى أن يجي دونالد ترامب أو أن يجي أيضا أو تجي هاريس، لأن كما نعلم أخيرا أستاذ الكريم يوجد بعض المؤشرات تقول بأن الدولة العميقة تريد هاريس ولا تريد دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة. سؤال، يعني هل يعني هذه تراكمات في التحديات والأعباء
ويعني بالتأكيد يعني دوليا أيضا، يعني هل تدفع نتنياهو للعدول عن بعد مواقفه أم تجعله يزداد عنادا وصلفا؟ أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا التحليل هاتفي مع الأستاذ محمد اليمني خبير العلاقات الدولية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 40,700 شهيد منذ 7 أكتوبر. واستهدف القصف الإسرائيلي بالطائرات الحربية منزلا بمخيم البريج بوسط قطاع غزة، كما شنت غارة على مخيم النصيرات. وينضم إلينا مباشرة من القاهرة دكتور مختار غباشي أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية. تحية لك دكتور مختار، مساء الخير. أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهديك. يعني دكتور، التجاذبات الإقليمية والدولية تزداد حدة، وبالتزامن معها يعني نلمس بالتأكيد التطورات الأخيرة في المشهد الداخلي الإسرائيلي، بما يؤشر إلى ما يؤشر ذلك؟ أنا سامع صوتك وفي أصوات كثيرة جدا معايا على نفس الخط. تسمعني جيدا دكتور مختار الآن؟ كنت أتحدث عن التجاذبات الإقليمية والدولية والأوضاع الداخلية الإسرائيلية التي تزداد سخونة، إلى ما يؤشر ذلك في المرحلة الراهنة؟ يعني بالتأكيد هذه الأوضاع الداخلية إلى حد كبير جدا، خصوصا بعد يعني شهر بطل من القصف الاسرائيليين داخل قطاع غزه في احد الانفاق، والاضطراب اللي كانت محكمه العمل الاسرائيليه اليوم، هذه التداعيات اتصور انه هي أو ما بين الأبيض زعيم المعارضة الإسرائيلية وما بين نتنياهو، وكلها تفوق ضرورة أن يكون هناك إيقاف. أعتذر لك دكتور مختار لتعذر وصول صوتك بشكل ملائم يتسنى من خلال متابعة المشاهد الكريم. سوف نسعى للتواصل لاحقا للتعرف على المزيد من دكتور مختار غباشي، ونبقى معكم في هذه الجولة. من المقرر أن يتلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته المرشحة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس فريقهما المعني بمباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة حسب ما أفاد البيت الأبيض. يأتي ذلك في وقت حث فيه ديمقراطيون أمريكيون على وقف النار لإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات إلى غزة. انتبه. جهود هنا واجتماعات هناك من أجل التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وبين إسرائيل يتم بموجبه وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين في قطاع غزة. البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته المرشحة للانتخابات الرئاسية كاميلا هاريس سيلتقيان فريقهما المعني بمباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل بحث مقترح جديد. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان إسرائيل العثور على 6 جثث لمحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية. كان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد أبلغ عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. وتقود الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر جهود وساطة بين حركة حماس وإسرائيل من أجل إبرام اتفاق هدنة في الحرب المتواصلة منذ نحو 11 شهرا بين الطرفين في غزة، تتيح الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وتسبب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في استشهاد أكثر من 40,000 شخص ونحو 100,000 مصاب وفقا لوزارة الصحة في غزة. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال. تتواصل لليوم الثاني على التوالي حملة تطعيم أطفال غزة ضد مرض شلل الأطفال، وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة أنه تم حتى الآن تلقيح أكثر من 72 ألف طفل ضد شلل الأطفال من حملة التطعيم الطارئة، مضيفة المصدر بأن برنامج التطعيم يستهدف أكثر من 600 ألف طفل في محافظات قطاع غزة. وبدأت بالأمس الأحد رسميا حملة التطعيم في قطاع غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن الحملة ستجري على مراحل في كل مناطق القطاع الفلسطيني الذي يشهد حربا مدمرة منذ قرابة 11 شهرا، وستترافق مع هدن إنسانية لم تتضح معالمها وشروطها تماما. نلتقي الدكتور مختار غباشي من جديد مباشرة من القاهرة. دكتور مختار غباشي أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية الاستراتيجية، يتجدد الحديث ويعني عذرا للانقطاع لمشكلة فنية. يعني نعاود حديثنا دكتور مختار على يعني المعطيات في المشهد الراهن، ويعني هل هي تميل أكثر يعني نحو إيجاد متنفس لهذا الصراع وهذه الحرب الدائرة، أم على العكس تزداد الأمور سوءا؟ يعني خليني اقول لك ببساطه جدا جدا، اذا توافرت الاراده السياسيه للولايات المتحده الامريكيه في ذلك، انا متصور هنشوف انفراجه في مساله تبادل الاسرى مع المعتقلين الفلسطينيين لدي الحكومه الاسرائيليه قولا واحدا. الامر الثاني، وده امر لافت للنظر خصوصا بعد اكتشاف اسرائيل للست الجثث من الاسرى الاسرائيليين لدي المقاومه الفلسطينيه، حصل في شكل من اشكال الغليان في الداخل الاسرائيلي، الاضطراب الذي دعت اليه المنظمات العماليه داخل اسرائيل، ثم صدور حكم محكمه العمل في الداخل الاسرائيلي بان هذا الاضطراب اضطرابا سياسيا يعني انه عليها ان يلغى، ناهيك عن الجدل الدائر الكبير داخل الحكومه الاسرائيليه ما بين غالنت وما بين نتنياهو، كلاهما ينعت الاخر باشياء كثيره جدا، ثم الجدل الدائر ما بين لابيد وما بين نتنياهو، وحديث لابيد الى اعضاء الائتلاف الحكومي بانكم متواطئون في اكبر كارثه بتمر في تاريخ اسرائيل، ولا واجب ان احنا يعني نمرر او ننهي مساله صفقه الاسرى على حساب بعض الاشكاليات اللي بيراها نتنياهو، وهي في سبيل تحقيقها يريد الاستمرار في هذه الحكومة، وهو في هذا الحال بيرتكب خطأ كبيرا. أنا متصور أن هذا الجدل من الممكن أن يحدث انفراجة خلال المرحلة القادمة. مثل هذه العوامل المتداخلة والمتشابكة وهذه يعني الاحتجاجات اللي دخل على الخط فيها يعني أكبر نقابات العملية في إسرائيل الهيسدروت، يعني هل نترقب كارت أحمر لنتنياهو؟ أم على العكس يعني يستمر جواز المرور الذي تفسحه له أو يعني تعطي الضوء الأخضر له الولايات المتحدة ولا تكل يعني من ذلك، ويتضح ذلك من خلال ما يثار حول مقترح أخير ونهائي تعده الولايات المتحدة في هذا الشأن؟ يعني شوفي، خليني أقول لك قولا واحدا، وجهة نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية منفردة تتحمل مسؤولية هذا العنت وهذا العناد الاسرائيلي والاصرار على ما يفعله نتنياهو، هذا امر. الامر التالي، اذا وصلت حديه الاضطرابات في الداخل الاسرائيلي الى تعطيل الحياه العامه والحياه السياسيه في داخل اسرائيل، مش هيكون امام نتنياهو سبيل سوى اما القبول بصفقه او ان تنهار حكومته. انت امام هاتين المعضلتين، هل الولايات المتحدة الأمريكية هتدرك أخيرا بأنه مسألة المساومة أو الرهان على أن إسرائيل تستطيع أن تحقق انتصار عسكري على أساسه وتستطيع أن تفرج عن الأسرى الإسرائيليين بالشروط الإسرائيلية ولا لا؟ وده أمر رهان أمريكي خاسر من وجهة نظر. الأمر الثاني، لأنه لم تستطع إسرائيل تحقيقه حتى هذا التاريخ،
وما يتم اكتشافه هو مزيد من الأسرى الإسرائيليين اللي بيتم قتلهم أو بيوجدوا قتلى بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية. الأمر التالي هو الداخل الإسرائيلي. هل الداخل الإسرائيلي وصل إلى درجة أن أدرك فيها أن العمل والعناد الأساسي أمام وجود صفقة لتبادل الأسرى هو نتنياهو شخصيا؟ سؤال آخر وأخير أسأله بالتبعية وفي انتظار إجابة سريعة جدا من حضرتك دكتور مختار، يعني قرارات نتنياهو هل هي وفقا لمحددات إسرائيلية أم لأهداف شخصية؟ يعني وذلك يعني سوف يحدد ما الذي نتوقعه أيضا من أداء ومن سياسة من القادم بعده لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، في جملة أخيرة وسريعة بعد إذنك. جملة سريعة، أهداف شخصية خاصة بنتنياهو، لأنه أسير سموتريتش وبالغفير الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وفي هذه الحكومة. أشكر جزيل الشكر دكتور مختار غباشي أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك، وبالتبعية أشكركم مشاهدينا الكرام. وختام هذه الجولة التي دامت مع حضرتكم على مدار الساعة، ولكن بالتأكيد تغطيتنا تتواصل معكم على شاشة قناة نيل الأخبار. كونوا معنا على الدوام، إلى اللقاء.